السلام عليكم، قناة عبر ترحب بكم. أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي وتنفيذا لسياستها التواصلية، تم تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب لمواطنة مغربية قادمة من الديار الإيطالية، وذلك ليلة الأربعاء 4 مارس 2020. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل بها وقت الإجراءات الصحية المعتمدة. وأضاف البلاغ: تقوم مصالح مديرية الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالات وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية. وستستمر وزارة الصحة في التواصل مع الرأي العام الوطني وإخباره بكل المستجدات، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي. شكرا لكم على المتابعة.